فقوله تعالى إن الله هو الرزاق، تذكر هذه المعاني كلها، تذكر أنه يرزق القلوب الهداية ويرزق الأبدان الصحة والسلامة والعافية، وهو جل وعلا يرزقك من غير حساب رزقا عظيما كثيرا، وهو جل في علاه يرزق كل أحد كما قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فالله عز وجل قد تكفل بأرزاق الخلق كلهم، فهو الرزاق جل في علاه.